عقولا. كم أنت جميلة، كلماتي ستظل قليلة. سأصلي إليك يا أمي بسلامك قد زال همي. أنت أجمل ما قلبي يغني. أمي صلي لله عني. يا سلطانة الوردية، المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في هذا الأحد المبارك نحتفل أيضاً بعيد سيدة الوردية المقدسة. نطلب شفاعتها لنا جميعاً وخصوصاً لراهبات الوردية اللواتي يحملن هذا الاسم المبارك، فلنندم على خطايانا فنكون مستحقين لنيل النعم المرتبطة بهذا العيد. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطياتي عظيمة جداً،
لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Kyrie صلي. نسألك يا رب فيض نعمتك علينا نحن الذين عرفنا ببشارة الملاك تجسد ابنك المسيح، فنبلغ مجد القيامة
بشفاعة مريم العذراء أمه وبآلامه وصليبه، والإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من نبوءة حبقوق. إلى متى يا رب أستغيث ولا تستجيب؟ أصرخ إليك من الظلم ولا تخلص؟ لماذا تريني الإثم وتشهدني الإثم؟ ويجري قدامي الاغتصاب والظلم، ويحدث الخصام ويقام النزاع. فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح حتى يسرع في قراءتها، فإن الرؤيا للميقات، وفي الانقضاء تظهر ولا تكذب. إن أبطأت فانتظرها، فإنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. ها إن نفسه فيه منتفخة غير مستقيمة، أما البار فبإيمانه يحيى. كلام الرب. الشكر لله. تعظم نفسي القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. أيها الحبيب، أنبهك على أن تحيي الهبة التي وهبها الله لك بوضع يدي. إن الله لم يعطنا روح الخوف، بل روح القوة والمحبة والفطنة. فلا تستحي بشهادتي لربنا، ولا تستحي بي أنا سجينه، بل شاركني المشقات في سبيل البشارة. امتثل الأقوال السليمة التي سمعتها مني، امتثلها في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الكريمة بعون الروح القدس الذي حل فينا. كلام الرب. كلام الله فيبقى للأبد. هذا هو الكلام الذي بشرتم به. هللويا 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 هللويا.
بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشير. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان قال الرسل الرب: زيدنا إيمانا. فقال الرب: إذا كان لكم إيمان بمقدار حبة خردل، قلتم لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البار فأطاعتكم. من منكم له عبد يحرث أو يرعى، إذا رجع من الحق يقول له: تعال فاجلس للطعام، ألا يقول له: أعدد لي العشاء واشدد وسطك واخدمني حتى آكل وأشرب، ثم تأكل أنت بعد ذلك وتشرب؟ أتراه يشكر للعبد أنه فعل ما أمر به؟ وهكذا أنتم إذا فعلتم جميع ما أمرتم به فقولوا: نحن عبيد لا خير فيهم، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا نفعل. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. سيادة رئيس الأساقفة ألبرتو أورتيغا، السفير البابوي في الأردن، الإخوة الكهنة، حضرة الرئيسة الإقليمية الأخت ميشلين المحترمة، الأخت كونشيتا رئيسة دير شمساني، وجميع راهبات الوردية الفاضلات، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، شكراً للأخوات الراهبات للدعوة الموجهة لنا جميعاً لكي نشارك في الاحتفال السنوي بعيد الوردية، وهذا الاحتفال هو مصدر بركة جميعاً لجميع المصلين والمحتفلين. في إنجيل اليوم قال التلاميذ ليسوع: زدنا إيماناً. فأجابه بالرب: لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل، ونعلم أن حبة الخردل هي أصغر من حبة الملح، لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذه التوتة: انقلعي وانغرسي في البحر فأطاعتكم. بمعنى آخر، لو كان عندكم إيمان بسيط لصنعتم المستحيل، لأصبح المستحيل ممكناً. يتكلم يسوع عن مفاعيل الإيمان، إيمان البسطاء،
فكم بالأحرى عندما يكون الإيمان أكبر من حبة الخردل، عندما يكون الإيمان نوراً نهتدي به صباحاً ومساءً. أيها الإخوة والأخوات، ما هو الإيمان؟ الإيمان عرفه يسوع بأنه نور، لأن يسوع الذي نؤمن به هو نور العالم، ومن تبعه صار في ضياء الحق وطمأنينة السلام. قال يسوع: جئت إلى العالم نوراً، فكل من آمن بي لا يسير في الظلام. وهذا النور قادر أن يضيء كل مناحي حياتنا اليومية، حاضرنا ومستقبلنا، ويوجه مسيرتنا في الزمن نحو الملكوت وبدون تعثر. الإيمان هو نور، ولكنه أيضاً هو الرؤية علوية تسمح لنا بأن نرى أكثر وأبعد وأعمق وأعلى مما يقدر عليه العقل البشري أو العين البشرية. الإيمان أيضاً هو حكمة تجعلنا نأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. الإيمان أيضاً هو الكنز الثمين المخفى في حقل اكتشفناه، ومن أجله نبيع كل شيء لامتلاك هذا الكنز. وإذا غاب هذا النور، إذا غاب عنا نور الإيمان، أصبح كل شيء مشوشاً، وأصبح صعباً التمييز بين ما هو خير وبين ما هو شر. أصبح صعباً التمييز بين الطريق الذي يقودنا نحو الهدف والطريق الذي يجعلنا ندور في حلقات مفرغة بدون اتجاه. وما هو الفرق بين نور العقل ونور الإيمان؟ فالعقل نور والإيمان نور، وما العلاقة بينهما؟ مصدر العقل ومصدر الإيمان واحد ولا يمكن أن يتناقضا، لكن الإيمان يرى أبعد من العقل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأمور الماورائية. وقد كتب القديس أنسيلموس اللاهوتي المشهور مقولة يوضح فيها العلاقة بين العقل والإيمان. يقول: أنا لا أؤمن لأني أفهم، ولكني أفهم لأني أؤمن. أنا لا أؤمن لأني أفهم، بل أفهم لأني أؤمن. فيصبح الإيمان مصدر معرفة أكيدة. وحتى لا يبقى كلامنا عن الإيمان نظرياً، لنتكلم عن الذين آمنوا وكيف أن الإيمان أثر في حياتهم. ومن أعظم الذين آمنوا اثنان: إبراهيم الخليل أبو المؤمنين، وسيدتنا مريم العذراء. وعد الله إبراهيم بنسل أكثر من نجوم السماء ورمل البحر، وآمن إبراهيم بوعد الله حتى عندما طلب منه أن يضحي بابنه إسحاق، إسحاق الذي يحبه، إسحاق وحيده والذي كان منه سوف ينال ذرية كبيرة. آمن إبراهيم بأن الله الذي وهبه ابناً عندما كانت أحشاء سارة ميتة كان قادراً أن يحييه من جديد. إيمان إبراهيم يصبح مثال المؤمنين الكامل، ذلك الإيمان الذي يستسلم ويمشي أمام الرب دون تردد، لأن الله أمين لا يخلف وعده ولا ينكر ذاته. وكما إيمان إبراهيم عظيم، إيمان مريم أعظم. عاشت أحداث حياتها بنور الإيمان، صدقت كلام الملاك، آمنت بأن خالتها العاقر سوف تلد ابناً،
فذهبت مسرعة لزيارتها ومساعدتها. آمنت بأن الله معها حتى عندما طلب منها أن تهرب إلى مصر هرباً من الاضطهاد. آمنت بأن ابنها قادر على أن يحول الماء خمراً. وإيمان مريم أعطاها طمأنينة وقوة وسعادة عميقة على مدى الأحداث التي عاشتها، مما جعل إليصابات تنشد: طوبى لمن آمنت، طوبى لمن آمنت بأن ما بلغها من عند الرب سيتم. طوبى يعني فرحة تلك الإنسانة التي آمنت، والإيمان بدون شك هو مصدر فرح وسلام وطمأنينة للمؤمن نفسه. أيها الإخوة والأخوات، الإيمان يخلص ويحدث معجزات وينقل الجبال. آمن قائد المئة فشفي عبده، آمنت الكنعانية فشفيت ابنتها، آمن البرص العشر فطهروا من برصهم، آمن بطرس فمشى على الماء وعندما شك أخذ يغرق، آمن زكى فنال الخلاص، آمنت المرأة الخاطئة فغفرت خطاياها. نعم، البار بالإيمان يحيا والخاطئ بالإيمان يخلص. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، يذكرنا إنجيل اليوم كما يذكرنا عيد الوردية بأولوية الإيمان في حياتنا. ومثل الرسل نطلب من يسوع في هذا المساء: يا رب زدنا إيماناً، فيجيبنا في الحاضر: لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فأطاعتكم. نعم، النمو في الإيمان هو نعمة كبرى، لذلك نطلب بشفاعة سيدة الوردية لكم جميعاً أن يزداد إيماننا، لأن البار بالإيمان يحيا. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء أنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. آمين. أيها الإخوة والأخوات، إذ نحتفل بعيد سيدة الوردية لنسمع الرب الإله أدعيتنا وصلاتنا من أجل الكنيسة ومن أجلنا. لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة لتبقى النور والمعلمة، بقيادة قداسة البابا وجمع الأساقفة وكافة المكرسين، وتوصل كلمة الله إلى عالمنا الذي نسي معنى الخطية وراح ينزلق في هوة الإلحاد والأنانية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب.
لنصلي من أجل رهبانية الوردية كي يبارك الله الرئيسة العامة ومجمعها الموقر وجميع الراهبات حتى تتحقق رسالتها الدينية والتربوية الاجتماعية من خلال تنشئة أجيال مؤمنة ومثقفة وملتزمة بشفاعة سلطانة الوردية وصلوات القديسة ماري ألفونسين. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل جميع راهبات الوردية اللواتي انتقلن إلى الديار السماوية ضارعين إلى فاد الرحيم لكي يغمرهن برأفته ويضمهن إلى مواكب الأبرار والصديقين ويمن على أخواتنا المريضات بالصبر والشفاء والعافية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل طالبات الوردية وذويهن وجميع العاملين فيها مبتهلين إلى المولى القدير أن يسبغ عليهم بركاته وعطاياه وافرة ليعيشوا روح الوردية ويعكسوا صورتها الناصعة ويحققوا الأهداف التي قامت من أجلها الوردية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل سيادة المطران ويليام الشامري ليبارك الرب عمله وجهوده الموصولة ويعضده في حمل أعباء مسؤولياته الكبيرة ليرى القطيع الذي وكل إليه بعطف الأب وغيرة الرسول وحرص الراعي الصالح. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل أن يمن رب السلام على عالمنا بالسلام الحقيقي المبني على العدل والاحترام حتى يتوقف مسلسل العنف والقتل والتشريد وأن يبارك جهود أصحاب الإرادة الصالحة وصانعي القرارات لكي يسود السلام في منطقتنا المضطربة وفي كافة بلدان العالم. إلى الرب يطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل شبابنا وشاباتنا لكي يحسن الإصغاء إلى نداء الرب ويقبل بفرح ورضا على اعتناق حياة التكريس في الكهنوت والحياة الرهبانية وترجمة محبتهم لله في الخدمة الأمينة والتضحية والغيرة الصادقة على خلاص النفوس. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان التفت إلى تضرعات كنيستك الواثقة بالمسيح ربنا. نقدم لك يا رب رهبانية الوردية وجميع الراهبات اللواتي نذرن الذات وسخرن الطاقات وتخلينا عن كل شيء من أجل رعاية النشء وتربيته وتثقيفه حتى بشفاعة الأم البتول وسبحة الوردية تتحقق الأهداف الروحية والإنسانية والتربوية التي من أجلها قامت الوردية. اقبلها يا رب وبارك. مدارسنا، معاهدنا ومراكزنا التي تهتم بالنشء وتغرس فيه القيم والأخلاق وتعده لخوض معترك الحياة بمسؤولية وغيرة وأمانة، نقدمها لك لتبارك وتصبغ عليها وعلى جميع العاملين فيها وطلابها وذويهم نعمك وعطاياك الوافرة. اقبلها يا رب وبارك. مشافينا ودور الرعاية الصحية التي تبلسم جراح النفس والجسد وتقوي العزيمة
وتشدد الهمة، نقدمها لك يا رب لتبارك وتنظر بعين العطف إلى القائمين عليها والعاملين فيها، وتنعم على المرضى بالعافية والشفاء. اقبلها يا رب وبارك. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمن حسنه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. لنكن جديرين برفع هذه القرابين إليك يا إله الجلال، وإذ نقيم أسرار ابنك المسيح المكرمة، أهلنا للحصول على مواعده. هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لك الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشيد بمجدك يا رب في جمع القديسين، وأن نجل رأفتك في ذكرى مريم البتول القديسة ونحن نردد مديحها الخالد. حقاً إن عظائمك لعجيبة حتى أقاصي الأرض، ورحمتك للذين يتقونك تشمل جيلاً بعد جيل، لأنك عطفت على أمتك المتواضعة
وبها منحتنا مبدع الخلاص الأبدي ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. وإن جوقات الملائكة به لعظمتك يسبحون، وهم في دار الخلود بين يديك بفرح ماثلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعاً في سرور وابتهاج منشدين. قدوس القدوس القدوس أنت رب القوي إلي له الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس الأساقفة بير باتيستا وأسقفنا ويليام وأسقفنا ألبرتو وسائر الرهبان والراهبات والحاضرين هنا ومن طلبوا صلواتنا وجميع المرضى والإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين لرحمتك، اجعلهم ينعمون يا رب بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تصبغ مراحمك علينا أجمعين وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والة إله والقديس يوسف خطيبها العفيف ومع الرسل الأطهار والقديسة ماري الفونسين وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. آمين.
فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أجل يا رب نجنا من جميع الشرور، تعطف امنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل شر واضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأنك الملك والقدرة والمجد أبدا. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الروح القدس الإله الواحد آمين. ربي وإلهي، أنا الراهبة أمتك الضعيفة والمتواضعة الجاثية الآن أمام مذبحك والمتكلة على رحمتك وعلى نعمتك الإلهية والساعية فقط لخدمتك ولمجدك الأعظم. أكرس نفسي لعزتك القديرة أمام والدتك مريم الكلية القداسة وأمام الكنيسة المقدسة جمعا، وإني أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية المقدسة، وأعدك أن أبذل جهودي كلها لأوفق بين سلوكي وسيرتي وبين قوانين هذه الرهبانية مدى الحياة. وبما أنك ألهمتني هذه النذور وهذه التضحية، فإني أرجو منك أن تبارك نذوري وأن تقبل تضحيتي متعطفاً، وأن تمنحني نعمتك لأتمكن من الإيفاء بنذوري على أكمل وجه بشفاعة والدتك وأمي مريم العذراء
سيدة الوردية المقدسة، آمين. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. أنت تقول أحسب فيه، ولكن قل كلمة واحدة تبرأ نفسي. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفاتك. أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفاتك، مستودع عن نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي، فأعينيني يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي به أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحب أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها. فاجعليني يا أمي، فاجعليني يا أمي بشفاعتك الكلية الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة حتى إذ يفصلني الموت من هذه الحياة، فقودي أنت بنفسي إلى الفردوس السماوي، فأعينيني يا سيد. يا سرا سامي المقام
الشكر دوما يا سر القربان لك الحب والشكر دوما يا سر القربان يا مليك الحب يا من حبه شاء الفداء لك نشتو ونشيد لحن حب ووفاء نشيد سر القربان بالصلاة والألحان إنه سر الرضوان إنه سر الغفران سبيحوه مجيدوه إلى آخر الزمان آمين 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 قدسيني يا جسد المسيح خلصني يا دم المسيح أسكرني يا ماء جنب المسيح اغسلني يا روح المسيح قدسيني يا جسد المسيح خلصني يا دم المسيح أسكرني يا ماء جنب المسيح اغسلني آمين آمين إن الوردية كنزك وهي مزمعة أن تنزع من الأرض كل شر وبلية من أقوال العذراء إلى الأم ماري ألفونسين في أحد ظهوراتها صاحب السيادة المطران ويليام الشوملي الكلي الوقار سيادة المطران ألبرتو أورتيغا السفير البابوي في عمان جزيل الاحترام حضرة الأخت مشلين المعلوف المنتدبة الإقليمية في الأردن المحترمة الآباء الكهنة الأجلاء أخواتي الراهبات الفاضلات إخوتي المؤمنين اسمحوا لي باسم الأخت كونشيتا حسان رئيسة دير شميساني والأخوات الراهبات أن نعرب لكم عن خالص شكرنا وبالغ تقديرنا لمشاركتنا فرحتنا بعيد سيدة الوردية المقدسة خاصة بالشكر سيادة المطران ويليام الشوملي الكلي الوقار الذي لم يتوانى قط في قبول دعوتنا لإحياء مثل هذه المناسبات الاحتفالية نشكر خدام الهيكل على خدمتهم المتميزة وكذلك أعضاء جوقة الترتيل على أدائهم المتقن وأصواتهم الشجية التي نقلتنا إلى أجواء الورع والخشوع والأستاذ فراس عباسي مهندس الصوت ووسائل الإعلام موقع أبونا
ونورسات وراديو مريم وموقع المدرسة وموقع القديسة ماري ألفونسين التي نكن لها كل الاحترام على استعدادها وجاهزيتها الدائمين من أجل نشر كلمة الله وإيصالها إلى جميع البيوت، طالبين لكم جميعاً بشفاعة أمنا العذراء أن تنالوا من الرب وافر نعمه وغزير بركاته، وكل عام وأنتم إلى قلب الله أقرب. لنصلي في سر القربان المقدس هذا، نخبر بموت ابنك وقيامته. أيها الإله ربنا، فإياك نسأل أن نشارك المسيح في ألامه، لنشاركه يوماً في المجد. هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. وما بشفاعة القديسة مريم البتول سيدة الوردية، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.